بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعد ان من الله علينا نحن المجالس التاليه اسماءهم من المهجرين في جنوب العاصمه دمشق، والتي تعاني منذ اكثر من 4 سنوات حصارا خانقا. لقد تم وبعون الله عز وجل تشكيل اللجنه الاغاثيه لشؤون المهجرين بجنوب العاصمه دمشق، والتي تضم المجالس التاليه: مجلس الحسينيه، مجلس الزياريه، مجلس التضامن، مجلس المحافظات، مجلس التركمان، مجلس عقربه، مجلس السيده زينب، مجلس الحجر الاسود، مجلس مضافه اهل حوران، مجلس السبينه، تحت مسمى واحد وهو اللجنه الاغاثيه لشؤون المهجرين بجنوب دمشق. وعليه تقرر نحن اعضاء المجالس المذكوره نظرا للظروف القاهره التي نعيشها نحن المهجرين بجنوب دمشق، قمنا بتشكيل اللجنه الاغاثيه لشؤون المهجرين. وتعتبر هذه اللجنه بممثليها هي الكيان الوحيد المخول بالتحدث باسم المهجرين في جنوب دمشق، ومخاطبه كافه المنظمات الاغاثيه والحكومات ومنظمات الامم المتحده وغيره من اجل تحسين واقع المهجرين. ونرجو من جميع الجمعيات والمؤسسات المتواجده في جنوب دمشق بان تتعاون مع هذه اللجنه لشؤون المهجرين، سواء كانت في الداخل او الخارج، لكي تقوم هذه اللجنه بعملها على اكمل وجه. وبناء عليه فانه لا يحق لاي جهه بالتحدث باسم المهجرين في جنوب العاصمه دمشق الا من خلال هذه اللجنه. كما اننا نناشد جميع الهيئات والمؤسسات الخيريه والاغاثيه والفعاليات المدنيه في الداخل السوري وخارجه على تقديم العون للمهجرين المحاصرين في جنوب العاصمه دمشق، والتي تعاني ما تعانيه من حصار وقهر وظلم من ويلات الحروب، حيث يعيش المهجرين بحاله من الفقر الشديد مع ارتفاع اعداد الارامل والايتام والمعاقين والمرضى، بالاضافه الى ارتفاع عدد العائلات التي لا تجد ما يعينها على العيش الا الله سبحانه وتعالى، علما بان هذه المنطقه قد تناساها الجميع. والله ولي التوفيق.